السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع ظريف عشان نعرف حركة الشمس في الموقع اللي احنا هنبني فيه. ولكن مثلا هنيجي هنا نقول له عايزين نختار كايرو، كل ما بتغير بتلاقي اتجاه الشمس بيتغير معاك، تمام؟ هو بالشكل دوت. تقدر تيجي من هنا تقول له انا عايز هنا يعرض لي مثلا بالشكل دوت، عايز اعرض لي الشادو مود بأنهي طريقة من الطرق. طيب ممكن تيجي هنا وتغير شكل الخريطة نفسها، تقول له مثلا عايز الخريطة من النوع دوت او عايز الخريطة من النوع دوت بالشكل دوت، وتقدر تنقل اهوت. وفي طريقة تانية ان انت تنقل من هنا تتحكم في وتقدر تطول العرض، ده التايم زون برضو بتغير معاك، وده الساعة كام. السولار انفورميشن بيبدأ يجيب لي المعلومات بتاعته، التولايت تايم بيبدأ يجيب لي المعلومات برضه الخاصة بيه. وأنا تقدر تختار الوينتر أو أوتوم أو سمر أو سبرينج، يبدأ يجيب لك الفصول السنة تقدر تختار منها اللي أنت عايزه. وهنا تبدأ تعمل زي فيديو كده عشان تشوف الشمس هتبقى عاملة ازاي. فهو موقع فري ومجاني والمعلومات اللي فيه مفيدة لحد كبير. الفيو سيتنج ممكن تقول له انا عايز كبروجكشن بالشكل ده وبالشكل ده، تشوفها من اي اتجاه وهكذا. فأتمنى الموقع يعجبكم وتشتركوا في بيناري بيها.